ما بين الترفيه وتحفيز القدرات العقلية وتنميتها، يلتقي الأطفال في العطلة الصيفية من خلال فعاليات عديدة تساهم في تنمية ذكائهم وتساعدهم على قضاء وقتهم، كل ذلك من خلال برمجة ألعاب الليجو. روبوتيكا بتساعدنا في إنه نطور مهارات الإيدين عند الأولاد، بالأخص إنه كيف يمسكوا اللعبة، كيف يركبوها، كيف من إنهم ركبوها يطوروها ويمشوها ويعطوها تعليمات عن طريق التابلت، عن طريق التطبيق اللي هو الويدو 2. نحن عم نحاول إنه نجيب بعد من هاي المواد عن طريق الليجو التعليمية مش الليجو العادية، وبتأمل أنا شايفة إنه في كثير إقبال. الأولاد عنا لما بيجوا بعدي يوم تعليمي كامل عم يجوا كثير عم بيحبوا الإشي. ليش؟ لأنه هن في الأساس لعبة إنهم عم يلعبوا، أم هي لعبة تعليمية. عن طريقة هاي اللعبة عم يتعلموا روبوتيكا، كيف إنهم بيركبوا الشكل وبعديها بيعطوا تعليمات كيف يمشوا أو كيف يشغلوا، ومن هيك هن كمان بيطوروا الفكر عندهم، بيشوفوا أفاق جديدة، مش بس إنه نلعب اللعبة ونتركها وخلاص، أو إنه بس نتعلم 1 2 3 في المدرسة أو ألف باتا، لا، إلا عم يتعلموا كمان إشي اللي لعبوا فيه كمان تطوروا ويتعلموا عن طريقه بعد إشي وبعد إشي. أنا أرجع بعمل هليكوبتر. أنا ساري عم بعمل تراكتر. نحن اليوم في عصر التطور، عشان هيك نحن جبنا هذا الإشي، وإن شاء الله إنه ننجح. الأولاد كثير كثير حبوا الإشي وعم يجوا، يعني زي ما بقولوا مش عم يستنوا إنهم يجوا، بيجوا حابين الإشي وبدهم إنه ما يخلصش الوقت كمان. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. للمزيد من قصصنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ترقبونا الأسبوع القادم في نفس المكان ونفس الزمن. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.